سامحيني ان انا تعباكي ومخلياكي تتحملي حاجات انتي اكبر منك. سامحيني، انا عارفه ان انتي من حقك تلعبي وتفرحي، وانا حصركي معايا في دوامه الالم دي. سامحيني يا ود. سامحوني كلكم، سامحني يا مصطفى، سامحني على التعب اللي انا تعبه لك. سامحيني يا امي عشان انا تعبك. سامحوني كلكم. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. الف مليون سلام عليك. الألم شديد. ألف مليون سلام. كهرباء في رجلي. ألف مليون سلام عليك. إيه اللي حصل طيب؟ أنا 2010 أنا كنت كويسة، بس فجأة لقيت ألم في رجلي ولقيت تنميل، فروحنا للدكتور. الدكتور ده قال لازم عملية. أيوه. فأهلي خافوا عليا ودخلوني العملية، فأثناء ما بيعملها لي أيوه سكني يوم من الوجع. سكني الوجع. لا قوه الا بالله. الف سنة. انا عايشه على المخدر ده، انا عايشه على النليفون ده، المخدر ده امبول وامبولين في اليوم من شديه الالم، شديه الوجع اللي انا فيه، الكهرباء اللي بتطلع على دماغي تعمل لي تنميل وضعف دماغي. مليون سلام عليك. طب ايه اللي حصل؟ الدكتور اللي انا رحت له عمل لي العمليه، شال لي 10 سنتي عظم من الصفائح الظهريه، العمود الفقري. أيوه. فحصل ضعف للعمود الفقري، وحصل زحزحه في بعض الفقرات. أيوه. وحصل ان كل شويه يجي غضروف، كل شويه يحصل غضروف، وغضروف انفجر في العصب. ودكتور تاني دخل عمل لي العمليه التانيه، برضو عمل خطا طبي انه عمل كدمه للعصب وهو بيشيل الغضروف. وحصل ان مع ده وحصل قطع في العصب العضلي بتاع رجليا. وحصل بعد كده ان هم ركبوا لي شرايح ومسامير، وخطا تاني ان المسامير طلعت طويله. أيوه. المسامير طلعت طويله فبتلمس الحبل الشوكي. أيوه. فبتعمل لي كهرباء في رجليا، بتطلع على دماغي، تعمل لي تنميل في دماغي من هنا وصداع. وانا اهلي تعبوا معايا كتير. اهلي تعبوا معايا كتير والله. انا عارفه، بس مش في ايدي حاجه. انا نفسي في حل. انا في دكتور قال لي في جهاز ممكن يحفز الحبل الشوكي ويقلل الالم معايا شويه. أيوه. لو هو الحل ساعدوني بيه، لو في حل تاني مع اي دكتور تاني يقول لي عليه يقلل الالم ساعدوني بيه. انا عايشه على المخدر والمنوم وادويه الصرع. طب بتاكلي ايه؟ بتشربي ايه؟ انا يعتبر ما باكلش. إيه؟ لان في قالوا لي ادويه الصرع دي اللي هتسيطر على الكهرباء اللي بتطلع على المخ. أيوه. لان في كهرباء بتطلع من رجليا بتطلع على مخي، فقالوا لي ان دواء الصرع هو اللي هياثر على الكهرباء دي علشان ما تبوظش خلايا المخ. ايوه. وباخد المخدر، باخد الترمادول، باخد النالفون، المخدر النالفون، والالام صعبه محدش يقدر يتحملها. وانا دلوقتي بناشد الناس وبناشد الاطباء ان اللي عنده حل لحالتي يقلل لي في الالم شويه. يا ريت. انا كام سنه كده؟ انا من 2010، بس انا نايمه خالص من 2020. انا نايمه خالص، ما بتحركش من 2020. ما بخشش الحمام الا بصعوبه، بكرسي متحرك او بحد ينقلني للحمام. انا ما بقدرش اعمل اي حاجه في حياتي. انا عشان اتوضى الام بتحصل لي في رجليا، وكهرباء بتحصل لي في رجليا وانا بتوضى عشان اصلي. وصلت لمرحله لو حركت رقبتي المسمار يتحرك في ظهري، يلمس الحبل الشوكي على طول اول ما باجي اتحرك باي تحرك. انا دلوقتي في الام شديده جدا، كهربا بتطلع على دماغي، وجع بيطلع على دماغي، تنميل في رجليا الاثنين.
طب ما حدش عارف في ايه؟ طيب الام الام شديد. قالوا لي في دكاتره، قالوا لي انا رحت لدكاتره كتير، في دكاتره قالت لي ان لما في حزمه عصبيه متشابكه في بعضها فيها التصاقات شديده، فقالوا لي ان احنا هنسلكها. فدخلت الدمرداش، بداوا يدخلوني كل 21 يوم عمليات، يعملوا لي كورتيزون وتسليك، قالوا تسليك للحزمه العصبيه دي، بس حصل فشل. ودوني عملت تردد حراري برضو، فشلت ما عملتش نتيجة. يعني عملت كل حاجة، انا عملت كل حاجة ورحت لدكاترة كتير جدا، بس انا عايزة حل الالم يقل. انا دلوقتي بقيت يعني معرضة لابتزاز الناس بتوع الادوية الادوية السوداء. انا كنت بجيبها من دمرداش، كانوا بيكتبوها لي ام اس تي، وكانوا بيكتبوا لي ترمادول، ولكن كنت بجيبه من الاسعاف. لما رحت عشان اجيبه تاني قالوا لي لا احنا خلاص جالنا قرار ما بقيناش نديها للمرضى الكانسر، السرطان. مرضى السرطان. وانا قلت له يا دكتور يعني لازم يجي لي سرطان عشان تسكن لي الم يا دكتور؟ قال لي ما فيش في ايدينا حاجه، ده قرار. فتعرضت لابتزاز الناس اللي بتجيبه من السوق السوداء كل يوم في زياده، ولازم انا ما بقدرش اتحكم في الالم. هي الادويه دي اللي هي بتقدر انها تسكن لي الالم شويه. انا نفسي دي تعبت، انا ممكن اوصل لامبولين في اليوم بسبب شدة الالم. العلبة لوحدها بتبقى بألفين جنيه. انا 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 في ناس ربنا خمس امبولات، انا في ناس ربنا بيساعدوني بيجيبوا لي الادوية دي. بصراحة انا 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 مش عايزة حاجة من الناس، من المسؤولين ومن الناس. التكميم معدة ولا بتاكل ولا بتشرب؟ هي ولا عايزة تاكل ولا عايزة، هي وصلت لمرحلة قالت انا شلوني رجلي. ايوه انا لو يشلوا لي، لو يشلوا لي العصب خالص، لو يعملوا لي شلل في رجليا ما احسش بالالم، انا موافقه. لو مش هتحرك تاني خالص بس الالم يروح مني وما احسش بالم تاني، انا موافقه. يعني لو مش همشي على رجلي مدى حياتي تاني خالص، انا موافقه، بس الالم تروح، الالم تروح مني، اقدر اتحملها. انا خلاص ما بقتش قادره اتحمل اي الم، والله خلاص، والله خلاص، ونفسيتي خلاص، ونفسيتي خلاص. انا بيجي لي وقت، انا لولا ان انا علاقتي بربنا كويسه وبصلي وبعمل فروضي حتى وانا جاي، يجي لي وقت ان انا بحس بيأس، بحس ان انا نفسي ان انا اريح الناس اللي حواليا دول كلهم، نفسي انتحر عشان اريحهم. بس لولا ان انا ايماني بربنا قوي ان انا مش هقدر ان انا اموت بعد كل الالام والعذاب دوت، مش هقدر ان انا ابقى كفر قصاد ربنا سبحانه وتعالى بعد كل العذاب ده. انا نفسي ان ربنا يخف الالم عليا. وانا لا برجع تاني عن الفكره الوحشه ديت، ان انا لا انا لازم اروح عند ربنا كويسه، ما اروحش عند ربنا وانا 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 اموت كافره ان انا انتحر او كلام من ده. بس لا ما تقوليش كده، مشكلتك هتتحل. مشكلتك هتتحل يا رب، وباذن الله تعالى هيبقى في تدخل، ان ما كانش من قبل الناس هيبقى من قبل المسؤولين، ما كانش من قبل المسؤولين والناس يبقى ربنا يا رب. كل يا رب، اول الناس واخرهم هو. انا والله انا من ده، انا 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 على طول بقول يا رب، على طول بقول يا رب، بستغيث بربنا وبستغيث بالدكاتره، بستغيث بالمسؤولين اللي يقدروا يساعدوني. علاجك ازاي؟ يعني العلاج بيجي ازاي؟ أنا العلاج ده غالي جدا، غالي جدا. انا الخمس امبولات ب 2000 جنيه، الخمس امبولات دول ممكن يقعدوا معايا خمس ايام او اربع ايام. ماشي، ممكن اربع ايام، ممكن خمس ايام. فبيجي لي على مدار الشهر ناس ربنا يكرمهم، هم اللي بيجيبوه لي. حتى العلاج الشهري اللي الدكاتره كاتبينه لي، اللي هي الادويه اللي فيها ادويه زرع، هم بيجيبوه لي. في ناس ممكن تزهق. ايوه ساعات انا رعب شديد. انا هعيش ازاي من غير المخدر اللي بيسكن لي القلب؟ رعب جديد، بخاف ان يجي عليا وقت ان محدش يطبطب عليا بالمسكن دوت. ايوه لو في حل غير المسكنات حلوها لي.
لو في حل غير ال... الدكتور هاني. الدكتور هاني عبد الجواد، انا رحت له وهو دكتور كويس جدا، بس قال لي ليكي عمليه ولكن خلاص ما مش هتستفادي بيها. مش هتستفادي بيها دلوقتي، خلاص عدى الوقت ان انت تستفادي بالعمليه دي. عايز يشوفك يبص عليك مره. انا لو في حاجه تانية، لو في حاجه تانية يقدر يعملها لي ربنا يكرمه. لو اي دكتور تاني يقدر يساعدني باي حل يساعدوها، لو محتاجه سفر لو 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 حد لو حد يقدر ان هو يسفرني يوديني اعمل اي عمليه بره ربنا يكرمه. بس انا نفسي ترتاح من الالم ده. لو هيشلوا لي رجلي خالص انا موافقه، بس الالم خلاص يروح مني، لان انا خلاص انا تعبت والله من كميه الالم اللي انا فيها. بعد الشر عليكي، بعد الشر عليكي. شكرا. زي ما انتم شايفين كده متابعينا الكرام، زي ما انتم شايفين كده متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا، الحاله قدام حضراتكم حاله صعبه جدا. الاسره تستغيث بان يبقى في نوع من انواع الاستجابه، وبتقول يا رب الم شديد في الراس واسفل الراس في الجسد باكمله، هذا الالم لا يضاهيه اي الم غير انك انت تقعد تعمل حاجتين. اي حد بيشوفنا دلوقتي يقعد يعمل حاجتين، يا اما يمنش الناس اصحاب خير وقلوب رحيمة دكاترة او غيره، يا اما انك تدعي لها، تدعي لها في كومنت وتقول لها ربنا يا رب يشفيكي، لعلها تكون ساعة استجابة وربنا سبحانه وتعالى يستجيب. طب ايه تاني؟ حاجات كتير تانية ممكن تتعمل. احنا مصريين جدعان قوي، لما بنشوف حد في حالة ضيقة، لما بنشوف حد في حالة ضيقة او حالة احتياج بنعمل ايه؟ بنمد ايدينا. اديكوا سامعين الالم، واديكوا سامعين شايفين الالم ده في كل وقت وكل لحظة، الم شديد للغاية. دي لسه شابة يا جماعة، اقسم لكم بالله العظيم لسه شابة. ربنا يا رب يقف معاها، وان شاء الله ربنا قريب هيطبطب عليها زي ما ملاقي قلوب رحيمه، ربنا زارع الرحمه في قلب امها اللي بترعاها، وربنا زارع الرحمه في قلب بنتها اللي لسه صغيره، ولكن بنت ب 100 راجل برضه بتخدمها وترعاها، وجوزها اللي صالب طوله وسط مشقات الحياه الصعبه وبرضه بيرعاها. لكن خلينا نقول ان احنا جدعان قوي، وبنقف لما نشوف حد في حاله احتياج على طول بنساعده ونقف معاه. شكرا لكم متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان. كان معكم صحفي هاني شمشون، أرجو من حضراتكم لرجاء شخصي عمل شير لهذا البوست ومنشنه الدكتور هاني عبد الجواد عشان يشوف الحالة دي، ودايما دكتور عظيم ودكتور كبير جدا في مجال جراحة العظام وطب العمود الفقري. لو شافها ممكن تتغير الأحداث وتتبدل من شابة قاعدة على فراش بقالها أكتر من 4000 يوم إلى حد تاني ناجح و قايم يعمل حاله بنفسه. وكمان بنتها يا جماعة، بنتها الصغير دي تطلع تلعب في الشارع مش تقعد تخدم أمها. شكرا ليكم.